السلام عليكم. خسارة البقلاوة ضد الملعب الجيبسي هي ثالثة على التوالي في البطولة. نعرف الربح والخسارة موجودين في الكرة، لكن الخسارة في الثلاثة مباريات الأخيرة جاءت بطريقة غير مقبولة. ضد نجم الساحلي نقبل 3 أهداف في ظرف نص ساعة، وبعد نخسر بنتيجة عريضة. وضد اتحاد المستير في باردو نخسر 2 بشيء، وهو الفريق الأخير في البطولة، وما شفنا حتى ردة فعل من اللاعبين طيلة الشوط الثاني. وضد ملعب الجيبسي نخسره في الدقيقة 95 بخطأ بدائي في الدفاع. في الفيديو هذا مش نعمل تحليل مباراة الملعب الجيبسي ملعب التونسي، هي مجرد ملاحظات مش نقدمها. ممكن فما شكون يوافقني عليها فما شكون يوافقنيش فيها. مش نبدأ بالحارس مهدي بن مراد. الحارس هذا شاب وعنده إمكانيات باهية ويستحق كل تشجيع، لكن زاد يلزمنا إذا كان يعمل غلط نوريهم باش هو بيدو يصلح روحه وما عادش يعودهم. وكان صديقنا يوسف من كندا لاحظ الحارس هذا منذ المباراة الأولى بتاعه في بنزرت ما يلعبش مليح كرة بساقية، والحكاية هذه تأكدت البارح في جيبس، وتقريب عمل 7 8 أغلاط من النوع هذا يرجع كرة بساقية غالطين. وينو مدرب الحراس؟ وينو المدرب الأول؟ علاش ما عطاوش تعليمات باش يتفادى المشكلة هذايا؟ وزاد الزملاء المفروض ما يصعبوش عليه الأمور ويرجعوا له كرة فهو في وضعيات صعيبة. زاد هاو نشوفوا بعضنا اللقطات اللي اخترتهم لكم فيما خصوص الأخطاء متاع مهدي بن مراد. تقريبا دقيقتين في الشوط الأول من مباراة الملعب الجيبسي والملعب التونسي، دائما التعادل السلبي بسرعة مقابل صفر لصالح فريق الملعب التونسي. تمشي للحارس مهدي بن مراد، مخطئ من الحارس مهدي بن مراد، تمشي لهجوم لصالح الملعب الجيبسي. موزيس أوركوما كورته بدون عنوان تمشي سهلة عند الحارس مهدي بن مراد حارس الملعب التونسي، واللي في الحقيقة أعطاه فيها الثقة المدرب محمد المكشر. ينفذ كرة يصلحها اللاعب سيف الدين بالعكرمي، كرة كانت ماشي قوية. الفني للملعب التونسي أكيد في الدقائق القادمة باش نشاهد أكيد تغيير، أعتقد أنه باش يكون للملعب التونسي وباش يكون يعني توجه هجومي بالنسبة لفريق سطيدة خاسر إلى حد الآن. كرة خطيرة تمشي على الدين العاشي، يوزع كرة مهدي بن مراد في تنفيذ ضربة المرمى، ينفذ الكرة تمشي كرة عن طريق اللاعب أحمد ميدا. تنفيذ ضربة المرمى من حارس الملعب التونسي، ينفذ ضربة المرمى، عنده مشكلة حارس البقلاوة في تنفيذ ضربة المرمى، ديما الكرة نتاعو متوصلش. تبقى الكرة إلى اللاعب مروان الميهوبي، يرجع كرة إلى حارس مرمى الملعب التونسي مهدي بن مراد. مهدي بن مراد ولكن كورته تخرج رمية التماس، ثابت أن مستقبل كبير ينتظر هذا الحارس. تمشي الكرة إلى الحارس من جديد، ولكن ثم لمسة يد، ثم إشارة ولمسة يد، ثم إشارة ولمسة يد كانت واضحة، رفع الراية من قبل الحاكم المساعد الثاني وليد معلا، يقول الكرة لمسة يد محمد علي الرغوبي قبل ما يتم تسجيل الهدف الأبيض لصالح السيدة قبل قليل. تبقى النتيجة دائما تقدم الملعب مش الجيش. كان الحارس مهدي بن مراد هو اللي عمل أغلاطك هو، حتى المدافعين عملوا برشا أغلاط. ممكن أغلاط الحارس مهدي بن مراد ما تثبتناش في أهداف، لكن أغلاط المدافعين هي اللي تثبت في الخسارة. أو مش نشوف مع بعضنا توا أهم غلطتين في الماتش اللي تسببولنا في الأهداف اللي قبلناهم. هذه لقطة ضربة الجزاء اللي تسبب فيها العكرمي. من المفروض في اللقطة هذه العكرمي ما يخليش كرة تهبط على الميدان ويخرجها مباشرة من فتوش وإلا في الركنية، خاصة نعرف احنا بالنسبة للمدافعين أخطر شيء كي يجيك مهاجم التالي ويكون مدافع عطيه ظهره. في الحالة هذه المدافع ما لازمش يتفلسف، لا يركح كرة لا يحاول يعمل كنترول لا يشد كرة، يخرج كرة. وحتى في مساحات عالية هنشوف مدافعين في حالة كما هكا يخرج كرة، ولو حتى بيكون مش فما مهاجم قريب لكن هو ما كانش ما يشوفش ولا شكون فما قريب ولا مش قريب، يخرج كرة ركنية لتوش باش يقص المشكل. لكن العكرمي على غالب خلى كرة من بيت والمدافع مهاجم خلط قبله، ورغم اليوم مش متعامل باش يعمل مخالفة، لكن ضرب جزاء صحيحة. وهنعرف كل البقلاوة تقبل هدف سايب ياسر باش ترجع. حسام بنينة خطأ للملعب الجيبسي في التنفيذ الحارس. هذه لقطة الهدف الثاني بتاع ملعب الجيبسي، قسمت على جزئين. الجزء الأول هو بتاع المخالفة اللي جابت الهدف، المخالفة هذه تسبب فيها حسام بنينة بكل سذاجة بصراحة، الخطر المهاجم ما كانش عنده برشا حلول،
كما نشوفوا كان فما زوز مدافعين ملعب تونسي في وسطهم المهاجم، وحسام بنينة كان عليه باش يتريث ويغطي على كورته، والأكثر الأقل توا المهاجم عنده ما يعمل غاديك، الكرة تخرج توش يخرجها هو توش، معناها أقصى الحالات كانت توش، لكن حسام بنينة اندفع وعمل المخالفة معناها بكل بدائية بصراحة، ما كانتش فما ضرورة باش يرتكب مخالفة. في الجزء الثاني نتاع اللقطة هذه خاصته للتمركز الدفاعي نتاع البقلاوة، بصراحة ما فهمتش كيفاش على كرة ثابتة نجم نلقاو خمسة مهاجمين ضد مدافع واحد على منطقة 6 أمتار، معناها يعني الكونشيت العملية من هجومية هذه سريعة المباراة هجوم التنفيذ معاكس ممكن نتفهمه، أما على كرة ثابتة معناها حتى في الأقسام السفلى صعيب نشوف حاجة كما هكا، هذه غلطة بدائية فظيعة، معناها مانيش عارف يا ترى مش قاعدين يخدموا في التمركز الدفاعي في التمارين، ولا على كل اللقطة هذه هي تسبب في الخسارة. فما شكون يحمل الحارس مهدي بن مراد مسؤولية الهدف هذا؟ يقول محقوش وقعد واقف على خط المرمى، حقه قدم خطوة وقت توزيع كرة يخرج يقص الكرة قبل ما توصل للمهاجم اللي سجل الهدف. أنا في تقديري الشخصي فما مسؤولية الحارس، لكن المسؤولية مش كبيرة، المسؤولية الكبيرة هي يتحملها الدفاع لما كان التمركز متاعه فضيحة. مروان الميهوب يلعب في المنتخب الأولمبي في خط الظهير الأيسر وكان من أفضل اللاعبين في البقلاوة، يلعب في المحور وقاعد يعني في برشا أغلاط، وكيف نشوفوا اللقطة هذه كيفاش هو خلق فرصة لملعب الجابسي وكان ممكن المباراة تنتهي وقتها، كنا خاسرين 1-0 كان سجل الهدف الثاني المباراة تنتهي. نصور المدرب الجديد نتاع البقلاوة يلزم يراجع الخطة اللي مش يلعب فيها مروان الميهوبي، ممكن يلعب متوسط ميدان دفاعي، ممكن يلعب ظهير أيسر، أما بالي في محور دفاع مش بلاصتو. يخرج مروان الميهوبي ثبت اللاعب اللي بيشيل خلينا الهدف الثاني نكمل الفيديو بحاجة إيجابية، مروان الميهوبي لاعب الكونكور يمبنزا رغم اللي ملعبش برشا لعب تقريبا 15 بنزا دقيقة 15 دقيقة اللاعب باحتساب 18 الوقت سنة الضايع، مقتل المهاجم لكن الكونكوري في الوقت الوجيز بنزا هذا ورانا يتم اللي هو عنده يعني إمكانيات إخراج باهية، المدافع ودخول ومش المهاجم نوريكم لقطتين واضح نية توري مدرب الملعب الإمكانيات التونسي الكبيرة مكتشف للملاعبي هذا. وهي لعب المصالح الملعب التونسي في هذه الدقائق الأخيرة يسقط لاعب الملعب التونسي لكن الحكم يعطي الأسبقية كرة خطيرة للملعب التونسي خطيرة والتسديد والحارس والبراد ممتاز جدا. شوفوا سهولة كبيرة كيفاش تجاوز 3 مدافعين وخلق فرصة كبيرة للبقلاوة، لكن للأسف ضاعت فرصة. كرة تدخل الدفاع عن طريق الحمروني بعد الخطر من مناطقه خطيرة جدا هدف التعادل هدف التعادل هدف التعادل عن طريق اللاعب انثبت في اللعب عن طريق اللاعب مبنزا مبنزا هدف ممتاز برشا، مش أي ملاعب ينجم يسجل هدف كيما هكايا، يزينا من السياق سي منصب نتاعو، إن شاء الله البقلاوة تستغل إمكانيات نتاع الملاعب هذا الكبير وتستفاد منه، إن شاء الله المدرب الجديد يعرف كيفاش يوظفه وكيفاش يستعمله.